والآن مع اللحظة الحاسمة، يا ترى الفايز هياخد شاليه ولا شقة؟ تيك تك تيك تك، حرام عليك. تيك تك تيك تك، عندنا وقت قد ايه؟ شقة ولا شاليه؟ 10 ثواني. شقة ولا شاليه؟ شقة 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 شقة. وبعد المشقة اختاروا الشقة. مبروك شقة العمر من إميرشيا. ألف ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك، ألف مبروك. تفضلوا. هم اختاروا الشقة بعد فعلا مشقة كبيرة جدا. بنوعدكم بمواسم جديدة في تحدي الأزواج على القاهرة، والناس كل سنة وانتم طيبين. بشكركم جدا جدا، ألف ألف شكر ليكم، وشكرا لجمهور البيت اللي كان بيتابعنا وعلى السوشيال ميديا التفاعل الجامد. بشكركم جدا جدا، أنا مبسوط، وإن شاء الله بإذن الله مواسم جديدة من تحدي الأزواج على القاهرة والناس. هذا البرنامج برعاية